أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من برنامجكم صفرة رمضان، ونقدم لكم الأطباق المتنوعة والجديدة. لكن قبل ما نقدم لكم هالأطباق، نرحب بحبيبتنا ندى الشمري اللي من وزارة الصحة، اللي بتكون معاكم وتقدم لكم الفوائد لشهر رمضان. أطباقنا اليوم بتكون عشوش البطاطا الحلوة مع دجاج التندوري، والطبق الثاني بيكون برياني الدجاج، والطبق الثالث بيكون براونيز مع الآيس كريم. إن شاء الله تكون أطباقنا تعجبكم. ونبدأ مع أول طبق اللي هو بيكون عشوش البطاطا الحلوة مع التندوري. مقادير: بطاطا حلوة، نص كوب جبن شيدر، ملعقتين طعام برمازون، وملعقتين من جبنة الفيلادلفيا، بقدونس، كزبرة، شبت. هاي بتكون مقاديرنا للبطاطا الحلوة. للتندوري: صدور دجاج، نص كوب زبادي، صوص الأجنحة حلوة وكزبرة، معجون الفلفل، معجون التندوري تقريبا ملعقة، ملح وكمون وثوم وزنجبيل، خل وعصير ليمون. أول شيء بنبدأ بأن إحنا نتبل الدجاج. هاي الدجاجة، صدر الدجاج بنقصه. هاي ندى، انتي صراحة هني جمعتي شيئين وايد احبهم، الدياي والبطاطا الحلوة. زين زين، اول شيء صدور الدياي ترى طبعا هني صدور الدياي راح يكون فيهم نسبة اقل من الدهون، ولانه اصلا شايل الجلد طبعا. اوكي. بالنسبة للبطاطا الحلوة، وايد ناس يعتبرون لانها طعمها شوية حلوة ان فيها نسبة الكربوهيدرات اعلى من البطاطا العادية. طبعا هالمعلومة خطأ. البطاطا الحلوة تعتبر افيد من البطاطا العادية. ليش؟ اولا فيها كمية الالياف ضعف كمية الالياف اللي البطاطا العادية. والبطاطا الحلوة الكاملة تعطيك نسبة الفيتامين ألف اللي تحتاجينه حق اليوم الكامل. معناته شنو؟ حتى نسبة الفيتامين ألف اللي مسؤول على صحة النظر. أكثر من الجزر البطاطا الحلوة. وفوق هذا إن البطاطا الحلوة تقلل الالتهاب في الجسم، فممكن تقوي المناعة. وايد حلو. الحين بدينا نحط البهارات، حطيت كمون وكزبرة وحلوة وفلفل أحمر حلو، شوية ملح، نحط الماستر في المعجون تندوري، صوص الأجنحة، ثوم، زنجبيل، خل وعصير ليمون ملعقتين، نص كوب روب، وبخلط المقادير كلها مع بعض. وطبعا لازم تتبل تقريبا من 4 إلى 6 ساعات عشان يعطينا نتيجة حلوة. حتى هاي التتبيلة نفسها أعزائي المشاهدين ممكنكم تسوونها بس على قطع شوي شقف كبيرة وتشوونها شوي مع خضار سوتيه، يعني يطلع لكم أيضا طبق وايد حلو وأظنتي خفيف ومفيد. شوفي يا ندى، الحين أنا هرست البطاطا الحلوة. الحين بضيف لها، طبعاً إحنا ما بناكلها كذي، إحنا بنضيف لها إضافات. عشان كذي أنا أبغي تعطينا المشاهدين
شنو لما نضيف له شلون وبدون ما نضيف له شلون بيكون؟ أوكي. أول شيء قاعد تستخدمين أنت جبنة شيدر صح؟ أيوة. نص كوب جبن الشيدر فيه تقريبا 230 سعرات حرارية. أوكي. لو استخدمنا مثلا جبن الماتزاريلا رح يكون فيه 150 نص الكوب. أوكي. إنزين فهني هو دائما حسب الاختيار الجبن. طبعا الجبن من ضمن المجموعة الغذائية مالت الحليب ومنتجاته. ونحتاجه لأن من وراء الحليب في أعلى نسبة من الكالسيوم والفيتامين د اللي نحتاجه لنمو العظام. نعم. بس احنا دائما ننصح ان تختارون الاجوان اللي مثلا هذه احنا قاعدين نسوي حق اطفال مش حق كبار. اوكي. هل بينفعهم؟ طبعا اكيد لان الاجبان مثل ما قلت يعني الاجبان مع الكميات الجبن اللي حطيناه هو يختلف طبعا في الاعمار اعتقد. صح. ايوه. بس على فكره حق الاطفال الجبن اذا الطفل وزنه صحي انزين ممكن يتناول الاجبان اللي تكون كامل دسم يعني. نعم. مو لازم حق الاطفال نختار لهم القليل الدسم لانه بهالعمر بعدهم قاعد عظامهم قاعد تكبر ويحتاجون الدهون الصحيه والفيتامين د والكالسيوم. نعم. انزين احنا كذي خلطتنا اصبحت جاهزه. الحين بس نجيب قالب ونحطها فيها. أوكي. وفي نفس الوقت بنشوي الدياي عندنا. أوكي. ممكن على الفحم بس انا الصراحه ما احب وايد الفحم لان بعد احس الفحم خطر شويه. صح. هو اذا احترق الدياي اكيد. ايه بس هو لان طريقه وايد صحيه يعني. ايه احس كذي وايد احسن من الفحم. ممكن تتحكمين فيه بعد. ايه هاي نخليهم ونكمل شغلنا. الحين استوى تقريبا استوى لنا بسرعه خلاص. ايه. متبل هو من ليله كامله فبسرعه يستوي. هاي استوى عندي دجاج نشيله احطه. الحين باخذه هني عشان ابي اقطعه صغير قطع صغيره شويه بعد. هاي خلاص هني وبضيف له البازيلا شوي من البازيلا. الحين نحط نحشي داخل البطاطا الحلوة عشان آخر شيء ناخذ رشة من البرمازون وبنحط عليه وإن شاء الله بشوفونا في آخر الحلقة وهو جاهز. أعزائي المشاهدين ننتقل مع الطبق الثاني الرئيسي اللي هو برياني الدجاج.
أعزائي المشاهدين، والآن نبدأ مع طبقنا الثاني اللي هو برياني الدياي. برياني الدياي بنحتاج في المقادير 4 صدور دجاج، بطاطا واحدة، بصلتين شرايح، وبصل مفروم 2، زبادي 1 كوب، لوز، حبوب الرمان الجاف، زبيب، زبدة، كاريبتة، وفلفل أحمر وأخضر حار، مجموعة من البهارات اللي هي الكركم، جرام مسالة، معجون البرياني، الدارسين اللي هو القرفة، والملح، عندنا ثوم، زنجبيل، عصير ليمون، والزيت اللي بنقلي فيه، ماي ورد مع شوية لون اللون الأورنج، وخلاصة الدجاج. هذه كل مقاديرنا للبرياني. بنبدأ الآن بنسوي البرياني. شلون يسوي برياني؟ سهل جدا، وخصوصا أنه مع الدجاج. الدجاج من اللحوم اللي تستوي بسرعة. بنحط شوية زيت مع شوية زبدة، بنخلطهم مع بعض، نخليهم شوية يصيرون حارين. أحط البصل المفروم، أخليه يتحمر شوية، وبحط مع البصل على طول أوراق الكاري. وهني عندي دارسين وهيل وقرنفل أيضا بضيفة. ونخليه لين شوي البصل يتحمر. في هاي الأثناء على بال ما هاي يتحمر بتبل الدجاج. شلون بتبله؟ بحط عليه ملح وكركم، شوية دارسين، ومجموعة اللي هو من البهارات اللي هي جرام مسالة، الثوم، الزنجبيل، ليمون، تقريبا 3 ملاعق، نص كمية الروب. الحين هذه بخليه خلاص، عندي أنا متبل جاهز. أيوة يا ندى، بعدش ما ضفتي البهارات وطلعت ريحة. لأن تعرفين كاري البتة هو يطلع ريحة صراحة الأكل حلو، خصوصا في الأكلات الهندية يعطينا وايد شيء طعم حلو. بحط البطاطا علشان أيضا نخليه شوية تتقلى مع البصل. ليش نطر عليك؟ إذن أعزائي المشاهدين، بنأخذ فاصل ونرجع لكم مع طبقنا برياني الدياي. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم من بعد الفاصل مع برياني الدياي. الحين تحمر عندنا البصل مع البطاطا، باخذ شوية من الزنجبيل بضيفة عليه، وشوية من الثوم. طبعا حطيت في التتبيل ثوم بس بعده بشوي، وبنحط الفلفل. وترى الأكل الحار والسبايسي يساعد على حرق الأكل في الجسم. والله؟ إيه، لأنه راح يزيد من سرعة عملية الآيد اللي هي سرعة حرق الأكل في الجسم. حلو. إذن الحين ببتدي بحط الدجاج اللي تبلته، بحط من قطع الدجاج عشان يتحمر مع البصل والبطاط. نخلط كل اللي حطيناه.
اخليه شويه يبيله شوي على بال ما يستوي. يبي لنا مقلة ثانية علشان نسوي فيه شوية اللوز مع الزبيب. أخليه شلون اللوز يا ندى؟ اللوز من المكسرات اللي فيها الدهون الصحية، بس إذا قارناه في الكازو وال الفول السوداني إيه؟ نسبة السعرات الحرارية فيه أقل طبعاً، أقل من الكازو والفول السوداني. إيه؟ حتى لو كان الكازو ولا الفول السوداني ما عليه ملح مشمل. إيه؟ لا لا لا، أنا قاعد أتكلم عن أيوة. المكسرات نفسها. أوكي. إيه؟ إيه؟ وطبعاً نسبة البروتين وايد عالي فيه في اللوز. أوكي. إيه؟ هو صحي، بس حتى الأشياء الصحية لو كثرنا منها ممكن تكون مضرة لصحة الإنسان. إيه؟ الحين انا ببحر هني الدياي، بحط خلطه البرياني وشويه من الكركم، وهذه الدارسين، وهذا الملح. الحين بخلط هني مع الروب، تقريبا ربع كوب عصير ليمون مع الروب، خلط وبضيفه على ليه ما سألتيني ليش خلطت الليمون مع الروب بالذات؟ خلطته علشان ما يعقد الروب بروحه، أي ما يصير حبيبات. أيوة، عشان الحرارة. الحين خلاص حطينا فيه خلاصة الدجاج، ولو سمحتي تعطيني الغطاء نغطيه ونخليه لحد ما ينشف الماء منه والدياي خلاص يستوي. كم يبيله؟ يبيله تقريبا 15 دقيقة. هاي بعدش ما شلتي الغطاء وطلعتي ريحتها. يلا الحين بس بنحط البقدونس وشوي من الكزبرة، وخلاص نسكر الفرن وبنجيب هني. حطينا شويه عيش، سويناها طبقات. ايوه، الحين ناخذ من ماي الورد مع الصبغه شويه. اذا ناس ما يحبون صبغه ممكن زعفران، بس انا ما حبيت ريحه الزعفران يطلع في هذه الطبق، لذلك خليت بس ماي ورد، لان في بعض الانواع البرياني مو لازم يعني زعفران يكون فيه. الحين باخذ من الخلطة شلون صارت وريحتها تبطر راسي يقولون. الحين يا ندى قولي لنا انت كم سعر حراري في هذا الصحن؟ الكوب الواحد راح يكون فيه تقريبا 350. ايه. كذي طبقنا البرياني أصبح جاهز، وبنتقل وياكم إلى طبقنا الأخير في هذه الحلقة اللي هو البراونيز مع الآيس كريم. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى آخر طبق في برنامجكم سفرة رمضان لهذا اليوم، واللي هو البراونيز مع الآيس كريم. مقاديره 100 جرام شوكولات قامق، ثلث كوب طحين، ملعقة ونص كوكا باودر، بيضة واحدة، نص كوب سكر فانيليا، وربع كوب لوز خشن. هاي كل مقاديرنا للبراونيز. شلون بنسوي؟ بناخذ أول شيء الشوكولات، بنذوبه. طبعا عندنا الزبدة، بخليها مع الشوكولات تتسيح
في هاي الأثناء إحنا بناخذ ثلث كوب من الطحين، هاي نص، إحنا خذينا ثلث كوب، وباخذ ملعقة ونص من الكوكا بودرة، هاي ملعقة ونص، طبعا ما في بيكنج باودر إذا تلاحظون ولا بيكربونات ولا حاجة، نخلطهم مع بعض نشغلهم هني. مقادير سهلة جدا. دائما هذه الويسك يكون احسن حق الاشياء اللي نخلط فيها. الحين بضيف الفانيليا. خلطتها، ترى هي وايد سهلة جدا، بس انا بيها تبرد علشان كذي ما ابي احط الطحين والبيض عليه، لانه لازم يبرد شوية. ممكن ان احنا نغير هذه الوعاء، هذا السوسبان نغيره علشان شوية يقلل من الحرارة اللي عندنا. الحين بحط البيضة وياه على طول. الحين بنضيف الطحين مع الكاكاو بودر وبنخلطهم ايضا مع بعض. احنا في البيت اي قفشة عليها كاكاو نتهاوش عليها. خصوصا كاكاو اسود. ها. الحين بنحط عليه تقريبا ربع كوب من اللوز. الحين بصب البراونيز فيه. طبعا تتفاجئون ان لما بعدين نطلع انه هو منتفخ وبدون بيكنج باودر. ايه قريب. الفرن يكون على 180 درجة مئوية اذا كان فرن كبير، اذا كان فرن صغير مثل هذا يكون 150 درجة مئوية، لان هذه بيكون حار وايد 180. الحين ندخل الفرن. أعزائي المشاهدين، إن شاء الله بشوفونا الأطباق ثلاثتهم في نهاية الحلقة. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم سفرة رمضان. قبل ما ننتهي، أول شيء نشكر الأخت ندى شمري من وزارة الصحة. وبس قولي لنا قبل ما نخلص، تقولين لنا كم سعر حراري في البراوني؟ القطعة البراوني فيها 150 بدون الآيس كريم، مع الآيس كريم رح يصير 250. 250 زين، وايد كريمة. إذن أعزائي المشاهدين، اليوم قدمنا لكم عشوش البطاطا الحلوة بدجاج التندوري، وبرياني الدجاج، والبراونيز مع الآيس كريم. إن شاء الله تكون أطباقنا أعجبتكم، وألتقي باكر وياكم في نفس الوقت، ومع السلامة.